وأوضح الرئيس السيسي خلال افتتاحه موسم حصاد القمح ومصنع البطاطس بشرق العوينات أن الأراضي المستصلحة شرق العوينات ستصل لإنتاجية 1,000,000 طن من القمح، بما يوفر ما بين 350 و400 مليون دولار. وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته بتحقيق ذلك خلال 2 أو 3، داعيا إلى جذب الكثافات السكنية إلى هذه المناطق مع توفر فرص العمل. النهاردة احنا بنتكلم على ان في نهايه الكميه دي العدد او حجم الاراضي اللي هتنتج دي، انت بتتكلم في 1,000,000 طن قمح، مش كده؟ 1,000,000 طن قمح دول يساووا كام؟ وهم معمولين ايه؟ معمولين بنظم ري حديثه، يعني حجم الميه اللي بيستخدم فيهم هو الحجم الامثل في الري، ويصلح لي وزير الزراعه الكلام ده. وبالتالي انا بنتج 1,000,000 طن قمح دول بتكلفة اقتصادية في المية اللي احنا دلوقتي بنقول لابد ان احنا كل نقطة مية نستفيد منها. ثم ده الفرصة بقى البديلة لما انا اروح اجيب الكلام ده بحوالي 350 400 مليون دولار طبقا لاسعار القمح، مع الوضع في الاعتبار ان لو سلاسل التوريد حصل لها مشكلة احنا بندفع الثمن هنا كدولة، يعني سواء في تكلفة أو يبقى في مشكلة أزمة في الموضوع. فأنا بشكركم وده أنا سعيد بقوي بإن إحنا يعني الإنجاز ده تحقق خلال فترة مش كبيرة قوي، خلال 2 أو 3 سنين أنا بتكلم، وإن شاء الله خلال السنة الجاية يبقى وصلنا للحد الأقصى في توشكا أو في شرق العوينات، ويتبقى الجزء اللي هو بتاع غرب شرق العوينات عشان نضيف مزيد من الأراضي. يتبقى أن الدولة دكتور مصطفى محتاجة تخطط كيف نجيب كثافة سكانية من الدلتا، من الصعيد، من كده، عشان يبقوا موجودين معانا هنا والناس تبتدي تعيش وتشتغل وفرص العمل موجودة.